أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى ما نفدت كلمات الله وقوله قبل أن تنفد كلمات ربي، فسر أحدهم الكلمات في هاتين الآيتين بأنها علم الله وعجائبه. هذا غلط، هذا تفسير خاطئ ضلال. كلام الله على ظاهره، كلام الله لا يفنى، كلام الله كثير منذ خلق الخلق إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، فكلامه لا ينفد جل وعلا، ليس له بداية وليس له نهاية كسائر صفاته، وليس كلامه علمه، الكلامه الحقيقي المعروف الذي يسمع منه سبحانه وتعالى ويتكلم به حقيقة، وليس لبداية كلام الله ولا لنهايته حد. فلو يعني لو جعل البحر كله حبر يكتب والأشجار كلها أقلام ما نفدت كلمات الله، لأنه يأمر وينهى دائما سبحانه وتعالى، دائما وأبداً.